الحمد لله الحمد لله الذي أحسن تدبيرات الكائنات فخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء الفرات من المعصرات وقدر الأرزاق والأقوات وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات وأعان على الطاعات والأعمال الصالحات بأكل الطيبات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرات صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا متغيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. اكتفي بكلمات هذه الوجيزة البسيطة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يزر إلا نفسه ولا يزر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرزا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقيموا الصلاة.